اي المرحلات. سيطره، اي سيطره لازم. لو انا يعني انا اتصور من معرفتي البسيطه واحتكاكي بيهم في الميدان ان هم وعوا الدرس، اتصور ان هم بيلعبوا في سقف معين وبدرجات، بمعنى هم فهموا الشارع المصري كويس. يعني لو هم سيطروا سيطره وبداوا يفرضوا شروطهم لتشكيل حكومه ائتلافيه مثلا، او لان يكون القرار في ايدهم او تكون السيطره، مش هيستمروا كتير على فكره، هيسحبوا. يعني ممكن يبقى سقوط مدوي بالنسبه لهم، بس هم ومن ليهم ثم مبادئ سوف معينة، يعني يعطي لك. هيغيروا المبادئ دي، هيبتدوا يغيروا في مبادئهم عشان يجاروا الشارع لا مش المصري. هيغيروا. الشعب المصري بطبعه متدين، لدينا الازهر وله، ولا قد لعب بس هم دور متشددين برضو. غير عادي. الدين الاسلام هو الحياه، الحياه نفسها. اي بس يعني زي ما بيقولوا، يعني احنا يعني مش كنا ممكن اتكلمنا في يبقوا الموضوع ده متدينين قبل اكتر كده. من الازهر. يعني اكيد الازهر كمان بيقول لك الشريعه هي يعني مصدر السلطات. طيب او احكم بديني، طب هم بقى، معروف هل الموضوع. هم هيحكموا بالسياسة ولا هم هيحكموا بالدين؟ ما هو لا بيحكموا بالدستور وبالقانون، ولازم يتبعوا ده كويس جدا. ان امال ايه الشعب التخوف؟ المصري امال التخوف من ايه؟ لا، التخوف ان انا خايفه من حاجه هواجسي انا اللي جوايا، انه ممكن الاخوه المسيحيين يحسوا ان هم مضطهدين منهم مثلا، فتعمل مساله فتنه. دي واحده من مخاوفي. لكن برضو ارجع وراهن على وعي الشعب المصري، كلنا اسره واحده، كلنا مسلمين، كلنا والدين ننتمي. الإسلامي بيحث يعني إن المسلمين والمسيحيين يعني إخوات، يعني ما فيش. بالتأكيد تأكيد ممكن برضو هم يعني يحطوا في اعتبارهم مصلحة مصر أولا قبل تحقيق مصالح سياسية بالنسبة لهم، لأنه من بحث عن مصلحة سياسية أو مالية سقط وهو في ترى حاليا. فكل دي الدروس مستفادة، وبعتقد أنه ممكن الحسابات دي كلها ستكون موجودة وستدرأ الخطر في وقته. قد بنصل في مصر هنا لمرحلة خطيرة جدا في يوم أو في موضوع بعينه، فجأة تلاقينا هدينا كلنا. يعني يوم الانتخابات ما شفتيش حد في الميدان، كله خرج على فكرة. مش خرجوا لأن احنا نجحنا والانتخابات خلصت، لا، راحوا يساعدوا، راحوا يساعدوا. في شباب في الثورة راحوا أمنوا لجان انتخابية ايوه. صناديق. أنا نفسي انتخبت ورحت هنا، كلنا خرجنا، رغم إن العلقة اللي خدناها في الميدان يوم الأحد ساعة المطاردة كانت قاسية جدا. ايوه. يعني موضوع كلنا الغزل اتكلمنا عنه. بصرف النظر عن إنه بقى يعني نقفل كده الموضوع، لا ما كانش سهل. شمينا كمية غاز يعني الله يبارك لهم، يعني لا طيب صعب، لا يبارك لهم. الله لا يبارك. عايزة أعرف من حضرتك دلوقتي، ما هو سبب تراجع حزب الوفد؟ وحزب الوفد انا بتصور ان جزء منها وثيقة السلمي، ان جزء منها بداوا يحسوا ان هم الاول عملوا تحالف مع الاخوان ثم انفردوا بمفردهم. يعني الوفد اخطا في بعض حساباته مع القوى السياسيه، مره متحالفا ومره منفردا، زائد وثيقة السلمي زي ما قلت لك، زائد انه ممكن يبص يلاقوا ان هم ما كانوش على مسافه واحده من كل القوى السياسيه الموجوده، فخسروا بعض المواقع بالنسبه لهم. ده طب والكتلة المصرية ما اتكلمناش عنه، اللي هي بقى بتيجي على طول بعد النور السلفي لا، وبعد الحرية والعدالة. الكتلة لعب بتلعب سياسة كويس ورتبت نفسها، وقدروا العلمانيين ان هم يفهموا المناخ اللي حواليهم ويتعاملوا معاه. يعني انا اعتقد ان الكتلة برضو في عدد كبير من المصريين ومن الاخوة يعني المسيحيين ايوه. شافوا ان هم ممكن يعملوا توازن مع كتلة، مع الحرية والعدالة والنور، فراحوا صوتوا الناحية التانية. يعني وهكذا. وانا اتوقع ان يكون ان شاء الله برلمان متوازن ويتمم لها انتخابات ان لم تحدث بعض المشاكل الطفيفة يمكن في المرحلة التانية في الجيزة. يعني يعني احنا بنتوقع وان شاء الله تكون ان يبقى فيه خير ان شاء الله، لان كان انا في ناس براهن على إرادة الشعب المصري بالاساس. لانه كان في ناس متوقعه ان يوم الانتخابات ده هيبقى يوم دموي. دماء ايوه، لكن وهيبقى الحمد يوم لله زنا كمان، لو كان في اخطاء في المرحله الثانيه ما تبقاش موجوده. طيب عايزه اعرف بقى من حضرتك، تقريبا المراه المصريه كان ليها يعني دور كبير جدا في الانتخابات، كان بيقولوا طابور المراه كان اكتر من طابور الرجل بكتير جدا. راي حضرتك في مشاركه المراه المصريه في انتخابات 2011؟ بصي شوفي بقى يا ستي، المرأة المصرية ظلمت من أول الثورة لآخرها. يعني ما فيش أي حد بيتكلم عن دور للمرأة خالص. يعني الثورة، أي ثورة بتنجح مفروض يبقى في دور للمرأة، في تونس، في مش عارفة إيه، في إيه، في أي دولة متقدمة في دور للمرأة. للأسف مع ثورتنا المصرية كان في اضطهاد للمرأة. وأنا بقول لك يعني أنا أيام اضطهدت وبضطهد لحتى الآن. يعني إذا المرأة قامت بدور ممكن يفهم دورها على إنه سب وقذف وترفع عليها قضية وتعاكس، يعني حاجات صعبة جدا.
قس على ذلك المرأة في كل المجالات، المؤسسات المهمة اللي بتشتغل بجد ومطحونة، بتلاقي ليها ثورة مضادة على طول. دي على طول الخط أنا بقولها لك بصدق يعني، وماليش أي مصلحة في أي حاجة. من ثم يعني هنا مناصرة من المرأة المصرية للمرأة اللي مطحونة في الميدان في الخارج، عدا ذلك برضو المرأة في البيت يعني لديها الكثير من المشاكل في الميزانية في الكذا، فعايزة البلد تستقر حتى يعود هذا بالاستقرار عليها داخل أسرتها لأولادها والأجيال القادمة. أكيد يعني المرأة هي نصف المجتمع، المرأة هي أم مصر فعلا، متوقع لها. إذا كنا بنقول مصر أم الدنيا فهي المرأة أم الدنيا، يعني دي مش تحيز عشان أنا مرأة، المرأة بتقوم بدور كبير فعلا. وساعات بيقولوا المجلس العسكري ما يعني ملوش تعامل مع المرأة، وبالتالي المرأة ستظلم في الثورة. يعني أنا مش ببص على ده كله، بس شئنا أو أبينا المرأة موجودة، هي سنة الحياة، هي المرأة لولاها ما كانش موجود رجل أصلا، وبالتالي دورها كبير، هي أم وهي عاملة وهي موظفة، ولا بد أن نضع لها يعني دورها في مكانها الصحيح، وأن نعطيها حجمها وألا نخذلها ونجعلها في خلف الصفوف. احنا مستنيين ان شاء الله مع تطورات الثوره وبعد الثوره ان المراه ان شاء الله يكون ليها كده، تبقى محطوطه في كادر. طبعا ده دي من مؤشرات الدول المتقدمه كلها ان يكون هناك، لان دي برضه نص المجتمع معطل، ان لم يكن دور للمراه فهيكون النص الاخر منه. ما هو المراه بقى خايفه من حزب الحريه والعداله ان هو يكون له دور، لا في ممكن تتراجع لا 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 الى الوراء او الى الخلف. بصي يعني احنا احتكينا بجماعه النور والكتله في الميدان، وما كنا بنعتصم كانت بيبقى لينا خيم جنبهم، كانوا في قمة التعاون معانا وحمونا وقدروا، ويوم ما منعناهم من دخول الميدان جم بعتوا لنا بيان اعتذار عن مقاطعة يعني جماعة الإخوان للمليونيات اللي كنا بنقوم بيها. فهنا لا يعني احنا اخوه مصريين والله، كلنا نتمنى احنا نتضح. وبعدين انا محجبه ولا مش محجبه، المهم العمل، المهم العمل والالتزام. انت ست ملتزمه، انت بتقومي بدورك على اكمل وجه وبما يرضي الله، خلاص نقطه بقى. يعني احنا عايزين النتيجه، مش مهم مين اللي يكسب، مش مهم مين اللي يكون هو الاقوى، المهم ان الاقوى هو يكون اللي في مصلحه مصر. بالتاكيد. اخيرا عايز اعرف، طبعا حضرتك ممكن تكوني تابعتي ردود الافعال العالميه تجاه الثوره، هل في عناوين معينه حابه تقوليها لنا او ردود فعل معينه شفتيها لمستيها قريتيها حد حكى لك؟ لا شوفي، انا بصراحه انا يعني انا عنصريه قوي، بحب مصر بشكل عجيب يعني، وحتى بلاش اقول احب مصر، انا عنصريه يعني، بمعنى انا ما احبش يعني اي دوله اجنبيه امريكيه اوروبيه ان هي تقول مصر عملت كذا برافو، مصر ما عملتش كذا يجب ان تعمل كذا. هي دخلها ايه؟ يملى علينا شروط، هي دخلها ايه يعني؟ لما اتكلمت في حتى امريكا في احداث هيلاري كلينتون، في احداث السفاره الاسرائيليه او في احداث ماسبيرو، انا قلت لها ان دولت اقباط مصر واقباط، ما هماش اقباط امريكان ولا اقباط اسرائيليين، انت دخلك ايه في الموضوع ده؟ يعني لكن احنا بنشكرهم اذا قالوا عنا كلام كويس، احنا بنشكرهم اذا قالوا كلام سلبي يجب الا يتعجلوا، لان مصر اقوى من اي حاجه ممكن تتقال، واراده الشعب المصري قويه جدا، وان الشعب المصري يفاجئ العالم كله انا متاكده وواثقه منه، كما خرج في 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 انتخابات يعني جميله جدا شاهد هم بنفسهم اعترفوا بها، سوف يستكمل المسيره دون تدخل من اي احد من الخارج. احنا طول الوقت احنا طول الوقت بنرفض ان احنا نكون بننظر او ان احنا نكون بنقول كلام فض مجالس. فض مجالس مظبوط. بتهيالي التغيير الحقيقي، انا برضو عايزه اخد راي حضرتك، انا مش بقول رايي، انا عايزه اعرف راي حضرتك، انه في ناس بتقول انه التغيير الحقيقي مش هيحصل مهما حصل من 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 وفد من من احزاب من برلمان من رئاسة. كتله بالظبط، هو حياتي. البرلمان مش الثورة. أنا عايزة أقولك أنه حتى مع وصول الكتلة أو النور والحرية والعدالة إلى البرلمان ما هوش البلد، لا البرلمان مؤسسة في من ضمن مؤسسات البلد، فمش عايزين نقف عند الحتة إحنا بنستكمل مؤسسات. الأهم من ذلك أن احنا عايزين نعطي شعبنا العظيم ده اللي هو تعب كتير وعانى كتير، واللي الطبقة المتوسطة اللي اختفت اللي ما عادش ليها وجود، يعني الطبقة المعدومة، الشباب اللي مش لاقي له مستقبل. انا عايزه اقول لك برضو في ظاهره انا حابه اركز عليها وارجو ان هم ما يزعلوش مني، بالعكس انا بطالب بحقوقهم، في مجموعه كبيره جدا بيصل لرقم مخيف انا مش عارفه هو صحيح ولا لا. مين هم؟ يعني في اللي هم مجموعه اولاد الشوارع اللي كانوا اطفال في عهد مبارك، كبروا جدا يعني، انتشرت هذه الظاهره
والشباب دول من عهد مبارك اصبحوا كانوا اطفال اصبحوا الان شباب، هم كان لهم دور كمان في الثوره. انا بتمنى ان الشباب دول اللي تعبوا منذ طفولتهم ان هم يتحطوا في منظومه اقتصاديه متواضعه بتنشلهم من اي وضع هم تعبوا فيه. انا عايزه ان احنا نبص على اوليات مجتمعنا، نرسم بلدنا دي بالقلم بالفرشه بالريشه. مين الجهات المعنيه اللي المفروض تنظر للاولاد؟ يعني انا شايفه ان الدكتور الجنزوري بيتكلم في انه في تنميه سيناء، وانه كل المشاريع جاهزه والميه جاهزه والزراعه جاهزه في سيناء وكل التركيبه الفنيه جاهزه. ياخد شباب من دول يدوا الارض في سيناء ويتعلموا يشتغلوا عمال عنده مصانع بيقول لك مقفوله، اتكلم عن كده، يودي المصانع، يودي تدريب، يبقى هو هنا بيحاول مش محتاجين موارد جديده، ده اوريدي الموارد عندنا والمصانع عندنا والارض عندنا، احنا محتاجين ندير امورنا بشكل يعود بالفائده على كل الشعب المصري ولا يهمش احد. ان شاء الله. سوسن ابو حسين كاتبه صحفيه، نورتينا النهارده في نهارك سعيد وتشرفنا بلقاء حضرتك. ونهاركم اسعد ان شاء الله. وان شاء الله يعني نتبشر خير الفتره اللي جايه باذن الله. الامل حلو. يا رب. يا رب. مشاهدينا قبل ما نروح على طول للفقره اللي جايه هيكون معانا تقرير في الفاصل ده، تقرير عن اهم خبر لفت نظرك. تعالوا نشوف اهم الاخبار اللي لفتت نظر الناس ونرجع مره ثانيه.